من جون العابقة برائحة الزهر الربيعي، المفاخرة بأشجار زيتونها المقدسة، الزاخرة بعبق الماضي، ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين عام 1927 من أسرة تعرف بعائلة المشايخ، من أبوين كريمين، أب بناء مصطفى شمس الدين وأم قادرة الماظة عيد. يعود حبه للفن لتأثره بصوت والدته التي كانت تتمتع بصوت رائع. من عمر السابعة راح يلبي دعوات الأفراح مع والديه ويلون السهرات بصوته القوي، فيصفق له الساهرون إعجاباً. من أبرز الأصوات اللي خدمت النهضة الموسيقية والغنائية بلبنان بين الأربعينات والسبعينات، فينا نذكر صوتين نسائيات اللي هن صوت فيروز وصوت صباح، وعند الرجال فينا نذكر وديع الصافي ونصري شمس الدين. تقدير الأخوين رحباني العالي لصوت نصري شمس الدين كان يدفعهم إلى اعتباره يعني العنصر الدائم في مسرحياتهم. تقريبا فينا نقول ما في مسرحية لفيروز لا يقف إلى جانبها نصري شمس الدين. ليمتي رح ضل يا خالي تحكي وإشهد لك شو هالحالي، يا بنت اختي ما شهدتي لي مين رح شهد على حالي. في عام 1936 وبينما كان نصري يحيي إحدى الحفلات المدرسية في جون، أعجب بغنائه رئيس الوزراء اللبناني عمر الدعوق في ذلك الوقت. ومن مدرسة جون الابتدائية حيث كان نصري يتابع دراسته، انتقل إلى مدرسة المقاصد في صيدا بجنوب لبنان. وقبل أن يصل إلى نهاية تعليمه الثانوي قرر العمل واختار مهنة التدريس وزاولها في مدرستي شبعة وصور الجنوبيتين وهو في 17 من عمره. وبعد حفلة غنائية أقامها أمام التلامذة عازفا على العود الذي يرافق الصوت الصداح في العتابة والمواويل، تدخل المدير وخير نصري بين مهنة التدريس أو الغناء، وكان أن اختار نصري ما يرغب ويعشق، الفن والطرب. خذي والتعينا بلا داعي في تحريه وصرف عين، خذي والتعينا بلا مواعي في تحريه وصرف عين، سبقتنا جايتنا على الثورة يا جارتنا، هيك المحطة جمعتنا. عام 1946 انتقل نصري إلى مصر ليعمل في شركة نحاس فيلم، وبقي 3 سنوات مع فرقة الممثل المصري إسماعيل ياسين، ثم انتقل إلى بلجيكا ليدرس الموسيقى ويعود منها حاملا دبلوما في الموسيقى. نصري متفرد فيه كان كتير، أول شيء حضوره وخفة ظله، هي الله بيعطيك إياها الكاريزما، ما حدا بيعطيك إياها إنه واحد يكون خفيف الظل. كما إنه كان عنده صوت مختلف عن الجميع، يعني أكثر من لبى المسرح الرحباني كشان دراماتيك بنسميه نحن، الغناء الدرامي وإنه يقنعك بصوته هو نصري شمس الدين. جبلي من الناس مرتاحة وبنت لي الحب جناحة، والصبي عنده ميت أهلك عنا ضلوا سألوا، والصبي أخذتها الناس والزبدي. ولكن المصادفة تدخلت مرة ثانية في عام 1954، إذ حصل التغير الذي عد بمثابة نقطة تحول في حياة نصر الفنية، حيث نشرت إذاعة الشرق الأدنى إعلاناً تبحث فيه عن مواهب فنية شابة، فسارع إليها
ليقف ممتحنا أمام لجنة تحكيم مؤلفة من عاصي ومنصور الرحباني وعبد الغني شعبان وحليم الرومي وغيرهم. تقرر ضمه إلى الفريق الغنائي في الإذاعة التي أصبحت فيما بعد تعرف بإذاعة لبنان الرسمية. انت قلتي شغلتي ملزقة بالتراب ما فيها نزول، ايه بس كمان ما فيها طلوع. اتركيني اخترع لحالي شي خبرية ابقى اخبرها لهالولاد بالليل الشتي. ومن هناك انطلق نصري شمس الدين في مشواره الفني، عندما أدى 3 سكتشات غنائية: مزراب العين، براد الجمعية، حلوي وأوتوموبيل. حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة، حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة. بحلفك يا طير بالفرقة أول أغنية خاصة أطلقها نصري من ألحان فيليمون وهبي الذي ارتبط به ارتباطا وثيقا، فكان صديقه الحميم ورفيقه في مشاوير صيد العصافير. وكان عنده كتير هوايات بالصيد، كان ياخذنا معه على الصيد حتى. نصري مش بس كان يعني يلعب دور بالمسرحيات وكذا، بس كان يفصل يعني، ما كان مثلا كان عنده اشياء ادوار مسرحيه ما يعني بالبيت يتاثر فيها، لا كل شيء كان لوحده. حسسنا انه هو مش فنان، هو يعني باي بكل معنى الكلمه. بيشجعنا بالنسبه للفن، بالنسبه للموسيقى اكثر يعني، كنا اخواتي كلنا تعلمنا موسيقى بيانو، يعني كان كثير يحب الالات الموسيقيه، بس بالنسبه للمغنى كان ما يشجع كثير لانه متعب. اللي بابا بتتعبي هيدا يعني انا وتعبان، يعني انا عم بعطي من حياتي من وقتي. وكانت حصيلة مشواره الفني 1750 أغنية، 800 منها خارج نطاق ألحان الرحابنة. رفقته على المسرح بكل المسرحيات اللي انعملت من 1960 لغاية 1978، ورفقته بالأفلام يلي انعملت بفيلم بيع الخواتم، خصوصا فيلم بيع الخواتم، ورفقته بالأعمال التلفزيونية يلي كنا نعملها نحن على حدا من دون ما يكونوا معنا أخوان أحبين. عطشان وناطر بدو يروحوا ما إلو خاطر، والثمرة إلو بكرة بدأت العلاقة الوثيقة بين نصري شمس الدين والأخوين رحباني، والتي استمرت 30 عاما بداية مع الاسكتشات. وعندما شارك في أداء ثاني أعمالهم المسرحية موسم العز التي قدمت لأول مرة على مسرح معرض دمشق الدولي عام 1960 إلى جانب وديع الصافي. أكد مظبوط أنه لو نصري بعده موجود استفدنا له كتير بكتير من الأشياء اللي فتشنا عليها لحتى نلاقيها بمسرحياتنا، كان بسكرات أو بالمتنبي أو بغيره من الأدوار، لأنه تقله كان مختلف عن الجميع. المسرح الرحباني عطى كتير لقله هو، يعني بطريقة أنه كان هالشخص أمين على تجسيد كل الأدوار يلي طلبوها منه الأخوين الرحباني وأحسن من جسدها. وعلى مر السنين غدا صوت نصري حكرا على الرحابنة، فشارك في جميع أعمالهم الفنية وعددها 19 مسرحية وسكتشات غنائية. دائما التركيز الأخوين الرحباني بصفتهم ملحنين
كانوا يركزوا الألحان الأقوى تكون في الغالب الأعم من نصيب فيروز، والألحان اللي من درجة تانية أو تالتة تكون من نصيب نصر شمس الدين. والدليل أنه قليل في برصيد نصر شمس الدين من خلال مسرحياته الرحبانية، قليل في أغاني لامعة ومهمة، يعني أكترها أغاني أقل أهمية من أغاني فيروز. وكان ممثلا أساسيا يتقاسم البطولة إلى جانب المطربة الكبيرة السيدة فيروز بداية، وحتى مسرحية بيترا التي عرضت بدورها على مسرح معرض دمشق الدولي عام 1977، وكانت آخر عمل مسرحي مشترك بين نصر والرحابنة. ملكنا وصل، عغفلي وصل، جايب معه النصر ومراض الجوف، الفرح والدين منستقبل الملك. إلى جانب مشاركته في الأفلام الثلاثة التي لعبت بطولتها فيروز، وهي بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس. أهلا 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 أهلا، كيفك يا بنتي؟ ريما، أهلا أهلا ريما يا ريما، بعدك مثل ما أنتي، قلت لك كنت جوا. كيفك يا بي؟ ليش طولت علينا هيك؟ ظروف. بعدها ظهر نصري لأول مرة في حياته كمطرب مستقل على أسطوانات بما عرف بألبوم الطربوش من ألحان ملحم بركات. وعندما عرف كمطرب لبناني كان يحلو له اللجوء إلى مسقط رأسه جون، فيهرب من الضجيج والسهر ليزرع الأرض ويفلحها ويتحين الفرص لتمضية أوقات حميمة برفقة الطبيعة، خصوصاً في شهر تشرين لقطاف موسم الزيتون، وليبتعد عن الأنظار ويلغي جميع نشاطاته الفنية ليعود ابن الأرض التي أحبها منذ الصغر. تزوج نصري شمس الدين عام 1956 من يسر الداعوق، وأنجب منها 6 أولاد. أسس نصري فرقة جون للرقص الشعبي، وشارك في مهرجانات جبيل وبعلبك وبيت الدين. وبعد اندلاع الحرب على لبنان عام 1975 انطلق مع فرقته بجولة على مسارح العرب والعالم، ووقف أمام صباح. أيًا ما استلمت الغلي أنا ناظر انت تطلي، بعرفك انت بتموني على الغلي وعلى سعر الغلي. وفي أثناء ولاية جمهورية الراحل سليمان فرنجي كرمه بوسام الاستحقاق اللبناني، وعند وفاته وخلال عهد الرئيس أمين الجميل تم تقليده وسام الأرز اللبناني الفني تعبيرا عن محبتهم الكبيرة له. نصري شمس الدين بين المسرح والأغنية، حكاية حلم انقضى قبل 30 عاما. ففي 18 من آذار من عام 1983 سقط نصري على خشبة المسرح، لفظ أنفاسه الأخيرة مع اللحن كما عاش أنفاسه الأروع على الأرض. نتأسف جدا لرحيله المبكر، ولكن منقول للعالم بعده ساكن بكل سهرة
بكل غنية بتتغنى، بكل حديث فني بينحكى، بكل مستوى فني لبناني حقيقي صحيح صافي، اسم نصر شمس الدين بيتصدر المقام وينذكر دائما. كان بالنسبة لنا كل شيء حلو، الله يرحمه. ودع نصري شمس الدين حياة الأرض ليعانق السماء مفترشا تراب جون حيث ووري في الثرى، تاركا خلفه أعمالا وأغاني أصبحت جزءا من التراث.